صباح الخير. النهاردة إن شاء الله في كسوف للشمس، هيحصل كسوف جزئي وهنشوفه في مصر. الحقيقة اللي خلاني أطلع أتكلم إنه لقيت ناس كثيرة جدا كما هي جرت العادة منذ الألفينات عمالين يحذروا كأن مثلا أشعة الشمس اللي هتطلع ساعة الكسوف هتاكل الناس مثلا أو هتحرقهم. الحقيقة هي آية طبعا كبرى من آيات الله وظاهرة فلكية مشهورة، وعلماء العرب والمسلمين من زمان رصدوها، والعلماء عموما في العالم، لأنه كمان من ضمن اهتمامات علم الفلك، اهتمامات العلماء المسلمين بعلم الفلك كانت لها تأثير كبير جدا بخصوص التقاويم وبدايات الشهور وكده. يعني يمكن أغلب الناس عارفين إنه خسوف القمر ما يحصلش إلا والقمر بدر فول مون، وكسوف الشمس ما يحصلش إلا والقمر محاق اللي هو عكسه، اللي هو تبقى الشمس في ظهر القمر. الكسوف اللي هيحصل النهاردة إن شاء الله يبقى كسوف جزئي. الخطورة بتيجي منين؟ بتيجي من الحملقة في قرص الشمس، إنك تبص تفضل باصص مدة طويلة في قرص الشمس. لكن لو أنت ماشي في الشارع أو لو أنت بص كده بصة بسرعة، أو لو عندك بروتكشن كويس مش نظارة شمس عادية، تقدر تبص. كمان في ظروف جوية مغيمة النهاردة، فممكن وفي احتمال سقوط أمطار، مطرت شوية الصبح، فده معناه انه ممكن فرصة ان الواحد يشوفه تبقى كويسة. بس برضو خلوا بالكم، يعني انا شخصيا وانا في ابتدائي كنت طول عمري مغرم بالفلك، يعني فضلت باصص على خسوف جزئي قعد يجي اكتر من 5 ساعات مثلا، وبنضل شمس في عمل سكار او ندبة في على الشبكية، نقطة اتحرقت في الشبكية وما قلتش لحد بقى ولا اي حاجة وسكت، وفضلت النقطة موجودة. انا الحمد لله ما حصلش نزيف في الشبكية او انفصال في الشبكية، كان ممكن يحصل ما حصلش. وفضلت طول عمري شايف، لما اركز قوي اشوف نقطة صغيرة خالص في النص كده بايظة، كأن الفيلم محروق، نقطة صغيرة خالص، رغم نظري كان 6/6 طول عمري، يعني لحد ما السن بقى. وده خلاني كنت مترشح ضابط احتياط لما اتخرجت من الهندسة، وحبيت ان انا يعني قلت الله، طب انا هدخل ضابط احتياط ولا هيستفيدوا مني على طول ولا 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 هنحارب ولا حاجة. فساعتها يعني الواحد دماغه كده، فقلت لا نروح بقى نكشف، نعمل لجنة طبية عليا. فالناس كانت بتضحك، لا يعني يقول لك كسوف ايه، نقطة ايه اللي في الشبكية. ففعلا الدكتور كان عقيد ساعتها، شاف من غير ولا واسطة ولا حاجة، الكلام ده سنة 96، شاف النقطة، شاف فيه فعلا حرق في الشبكية، فقال لي خلاص انت تاخد اعفاء نهائي مش تنزل عسكري بس. المهم يعني هي خطيرة، يعني انا عارف ان هي خطيرة، لكن مش زي ما الناس متخيلة، وزي ما الناس متخيلة الماميز جروبس بتاعت الماميز عمالة واخدة التحذيرات اللي عمالة تطلع من وزارة التربية والتعليم، كأن مثلا في حمم بركانية هتنزل او اشعة كونية خطيرة هتنزل على الناس من الشمس. ده مش صحيح، وحصلت على فكرة قبل كده، ويمكن جت في فيلم طباخ الرئيس كنكتة. يعني حصلت، كنا في ايام حسني مبارك في الالفينات، يمكن التحذيرات اتضخمت قوي والناس مش فاهمة، تقريبا مذيع او مذيعة خدت الموضوع بأفوارة شوية وما هياش فاهمة، فالناس بقى كل واحد يدلي بداله، وكل واحد بقى لك نهار اسود وبتاع الدنيا هتولع. فكان في الناس في الشارع، كان الناس في شبه حظر تجول في الشارع الفور سيفتي يعني للامان العام. وكنا احنا ساعتها كنا مهندس اتصالات، كنا شغالين في شركه بترول، بنعمل لهم شغل في شركه كبيره في راس غارب، وتحول المكان الى خرابه، واجبرونا كلنا نوقف شغلنا من الظهر ان احنا نقعد جوه الاستراحات، ان محدش يطلع
بقيت اقول لهم يا جماعه كلام فارغ يعني، بس طبعا تقول لي مين بقى يعني، وبقينا نطلع برضو نشوف يعني مفيش فايده، لكن اقصد انه يعني الناس بتتوهم، الناس عايزه يعني، الناس من كتر الايه المشاكل اللي العالم بيواجهها في العالم كله وفي الحياه اليوميه وفي الشوارع وفي البتاع، الناس حاسه دايما ان في ايه، في عنقاء هتيجي تهجم، ولا بدراجون هيجي يخطفنا ويخطف العيال يعني، مش كده يعني، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والحقيقه المفروض ان الناس برضو تهتم بالظواهر العلمية دي، وتهتم كمان بالجانب الروحي طبعا، انه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني امرنا ان احنا نتضرع الى الله، لانها آية كبرى. انت متخيل الشمس اللي انت ايه طول النهار عارف انها هتطلع كل يوم، او حتى هي موجودة ورا الغيوم، حتة القمر الصغير ده اللي هو يعني حاجة بسيطة خالص بالنسبة للارض بيحجبها، ظواهر كونية وتدل على كروية الارض وعلى الافلاك وعلى كل حاجة، وكمان بتعرفنا بدايات الـ يعني بتظبط التقويمات الفلكية. يعني ايه يعني، لما يبقى النهاردة القمر محق 100% اسود، لان الكسوف هيحصل اهو، لا حسابات ولا بتاع، ده بيخليها نعرف ان بدايات الاهلة وبدايات الشهور العربية او الهجرية، فده يخلينا نعرف نظبط التقويم الفلكية برضه. يعني على الساعة واحدة كده هطلع، واحدة هو البيك بتاعه، هو يبدأ من الساعة 12 وهو كسوف جزئي يعني. طبعا الكسوف الحلقي او بيبقى نادر جدا، والكلي نادر بس ما بيحصلش كتير في مصر حقيقة. يلا اسيبكم بقى تروحوا تجهزوا.